النار طلعت ستسوق اكيد جايين هنزيع الواد الغايب جاي شايط انا حط في اي حد قايد طب سافا يلا للحبايب بالمسا راجعين سن مطوتي محفور خوجة على اي جسة معوجة انا مين هتصح انا تتقطع وهتغرس فيه امك جاية لي تترجاني وتبوس على ايدي وعلى راسي وتقول لها حلك مش حلك اصلا انا رافع بالمكان الرسعة من المدافع الحب خلاص عاوز يدافع انسان بيموت خلاص عاوزين نعيش في واقع كسرت قلوبنا المواقع الى البيضة من المقاطع وانسان بيدوب الصعبة مالت مالية لازمة بيعاملك كده زي الجسمة طول ما المصلحة كده متلازمة بلازي فيك داخل بيتك كده بيبرق عمال بيغرب ويشرق والله ما من ولا سد سلم ليك داخل على الحرب انا بالآلي وكمان اخصامي تستناني مش كل واحد ناسك ومطوى يتسمى كبير نازل بشطان انا في الحتة والجثة دي ضربة بينج سكة وفي وشه اخدته ومتخطى وده مهرماتي فيكيها قاعدين لما لما سن السكك هنا احسن سنة نازل ماشي قالوا استنى في حكاية الدور حطم على واحد بيجيها ننزل على دي نحط فيها اصل احنا انا فيها لانك فيها بنضرب ملوتو شدت سكنتي وجرالي وناديت على زيزو بس ودي جاري قلت له يا لراكب في حواري ولا في خلعون قال انا في الدار انا مسندل عمري ما اخلع انا ولا جندل ولا عركة الدور كده هنسندل لو كانت على موت ونزلت انا في قلب الحتة طلعت النصرة مش شاكتة سقطت انا اضخم جدا برج حمية عالف اشرم على قبل الحلوة ومغني كمان احسن غنوة لما نقول وزة بسيوني هو الجبروت ده مسانة طالع بإشارة محمود ابو بكر ده الادارة عبد الوهاب راجل مسندل تعديلة موت عمر الفولكان وسيف حمية عمر الجزار ده دولة تانية نقول عالشق المتصيد عصام البريطاني ادهى مع بعض اخسموا ايضا عمر ايبر سكين حتى هنقول ادارتنا وحته نادي شال سكر طب لو يحضر خلع هتعادوا بيتكم هيولع دي شال عبادي المدلع خافوا من ايسور الاستشاريه الهندسيه من سودا تفتح يا عينيا الهندسه محمد قنديل شغلتنا تدور من روحك ياخد كده نسخه ميخائيل ده حركته لاسيا احمد فارد طالع حمله وخلص الكلام مش امنع تاليس عمر المغربي هو القوة لما بيحضر يعمل نوهي مرعزة الروح من جوا وخلاص خلاويس احمد خلاص
فايزر زار بس البدري طالع هيكسر قال لهم لا تموت فيلم سما مخصوص نزل له حصري عمر عيني ده صوته اصلي هنقول على يوسف الاخو